وللوقوف على آخر التطورات في كركوك ينضم إلينا من مدينة كركوك الصحفي توفيق الريكاني. أهلا بك سيد توفيق. أهلا بكم. بداية سيد توفيق، هل بإمكانك أن تطلعنا على آخر المستجدات للوضع في كركوك باعتبارك تتواجد هناك؟ نعم، هناك تضارب في الأنباء صراحة، لأن كل أنا موجود في منطقة معينة، فما لا أعرف ما يجري في المناطق الأخرى، ولكن هناك أنباء يتحدث عن تقدم القوات الحشد الشعبي الذي يصفه القوات الكردية بالحشد الإيراني نحو جنوب أربيل، جنوب عفوا كركوك. وقبل قليل أصدر قيادة البشمركة بأن أوضح فيه أن بعضا من القيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد خانوا خيانة تاريخية ووقفوا مع المؤامرة التي تكونت البارحة ضد الشعب الكردي الذي يقوده الجنرال الإيراني قاسم سليماني. نعم، هو لو نبقى في الجانب العسكري والتطورات الميدانية الجارية على الأرض، هناك أنباء تقول أن القوات الحكومية أو القوات الحكومية أصلا أعلنت السيطرة على مطار كركوك العسكري وحقل بابا غرغر النفطي، هل بإمكانك أن تؤكد أو تنفي هذه الأنباء؟ ما مدى صحتها؟ هو اللواء الخاص التي المسؤول عن حماية المؤسسات النفطية في كركوك أوضح أن الحقلي بابا غرغر وهافانا تحت قيادة البشمركة ولم يقترب منها القوات العراقية ولا الحشد الشعبي. ولكن المطار ليس لدي معلومات مؤكدة عن المطار، ولكن الحقول النفطية اللواء الخاص التي شكلت وكانت تدير حماية هذه المؤسسات وهذه الآبار النفطية قبل قليل أوضح في قناة كردية أن الآبار والحقول ما زالت تحت سيطرة قوات البشمركة. ربما لو نسألك قبل أن نتحدث عن الموقف الحكومي أو الموقف الرسمي، نتحدث عن الأوضاع، أوضاع المدنيين في ظل هذه الاشتباكات الجارية. هناك مدنيون في الشوارع يحملون متطوعين يحملون الأسلحة ومستعدون للدفاع عن المدينة، وهناك عوائل كردية أيضا تحاول الهروب أو الخروج من المدينة أو من الجانب الذي فيه الحرب أو المتواجدة فيه الاصطدامات العسكرية، يتوجهون إلى مناطق أكثر أمنا لكي يتجنبوا من هذه الأحداث القادمة، خصوصا وأن الحشد الشعبي لها سمعة سيئة، فالأهالي يخافون منها، لذلك يتوجهون إلى أماكن آمنة. ربما لو نعود معك إلى ما كنت تتحدث عنه قبل قليل حول اتهامات الخيانة التي تم توجيهها. نعم، قيادة البشمركة قبل قليل، قيادة العامة لقوات البشمركة أصدر بيانا وأوضح فيه أن بعض من القيادات العسكرية التابعة للحزب الوطني الاتحاد الوطني الكردستاني قد خانوا دماء شهدائهم الذين ضحوا من أجل كركوك آلاف أو مئات الآلاف من الشهداء على مدى قرن من الزمن. من خلال هاي البيان أوضح أن هذه القيادات اتفقوا مع الجانب الإيراني والجانب العسكري. أشكرك جزيل الشكر توفيق الريكاني الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من كركوك.